بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده رفع شأن العلم والمتعلمين فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، محمد سيد المعلمين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه البررة المتقين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. جئنا إلى حفل التخرج هيبة فيه الجمال مبجل تبجيلا، مجد تربع في الثريا، فاقرأوا كلية هي في السماء قنديلا، فأتيت زلفى بالولاء لتربها، حبا أقبل مجدها تقبيلا. إني عماني وروح أصالتي سجدت وخرت بالسجود طويلا. سيري وظلك ظل مجد شامخ، سبحت حبك بكرة وأصيلا. أما بعد، سعادة الدكتور حمود بن خلفان بن محمد الحارثي المحترم وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج راعي حفلنا، أصحاب السعادة الأفاضل رؤساء المصالح الحكومية والخاصة، الأفاضل أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية بالكلية، الأفاضل أولياء الأمور الخريجون والخريجات، أيها الحضور الكريم، أعزائي مشاهدي قناة عمان مباشر، نحييكم بأطهر تحية وأزكى سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه ليسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم هنا في ميدان العلم والتعلم في كلية العلوم التطبيقية بعبري. ولكم هو جميل هذا الصباح بما يجسده من تتويج جهود دؤوبة بذلها طلبة الكلية الخريجون، وما زال يشمر على خطاها طلبة المجيدون. ولكم هو أجمل بمن يشاركنا بهجة هذا الاحتفال بشرف حضوره، وإننا لنقف وقفة إجلال وثناء مخلص لهذا الوطن المعطاء قولاً وعملاً، ولمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، شكراً وإكباراً. أيها الحضور الكريم، إنها للحظات عظيمة تلك التي تجمعنا بأعزاء على القلب يحملون نسائم كل بقاع الوطن لينثروا عبيرهم هنا في هذا الصرح العلمي المميز. فها نحن نطوف وإياكم بأجنحة الحب والأمل، نحلق عاليا فوق حقول الفخر ممزوجة بدموع الفرح الندية، ونحن نرى حصاد السنين التي قضيت بجهد وتعب وعزيمة وإصرار على النجاح. وخير ما نبدأ به كلام ترتاح العيون بقراءته ويطرب القلب له آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب زكريا بن محمد أرقيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة
منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. حضورنا الكريم، إنه يوم ليس ككل الأيام، وصباح لا يشبهه الصباحات. إنه صباح يفيض فرحة وسرور، احتفاء بتخريج كوكبة جديدة من أبناء هذه الكلية
المؤهلين للقيام بواجبهم الوطني بتميز مشهود وتفرد معهود، بعد أن لزموا قاعات الدرس بكل صبر وانتباه لسنوات مضت رعتهم فيها وزارة التعليم العالي وكلية العلوم التطبيقية بعبر أحسن رعاية، وقدمت لهم كل العون الذي يساعدهم على التحصيل بكل جد واجتهاد، فها هي اليوم تودعهم وترجو لهم حياة عملية عامرة بالإنجاز والتفوق والسداد في ميادين العمل المختلفة. قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ففضل وزارة التعليم العالي في مجال الدعم الأكاديمي والمعنوي لا ينكر، فطالما قدمت وبذلت ورعت فعاليات هادفة للأخذ بأيدي النشئ نحو التقدم والتميز. نبقى الآن مع كلمة الوزارة يقدمها الدكتور خليل بن سالم الغافري المحترم القائم بأعمال عميد الكلية، فليتفضل مشكورا. بسم الله القائل في كتابه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. والحمد لله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، سعادة الدكتور حمود بن خلفان بن محمد الحارثي المحترم وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج راعي حفلنا، أصحاب السعادة الأفاضل رؤساء المصالح الحكومية والخاصة، الأفاضل الزملاء أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية، الأفاضل أولياء الأمور الخريجون والخريجات، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من الغبطة أن نرى كوكبة أخرى من الخريجين والخريجات في التخصصات التطبيقية في كلية العلوم التطبيقية بعبري تجتاز البرامج الأكاديمية بنجاح لتحتفل بيوم تخرجها ولتبدأ خطواتها الأولى في المشاركة الفاعلة والإسهام الرصين الواثق في بناء الوطن العزيز وترسيخ عوامل التحضر والرقي في المجتمع العماني الصاعد، وأن تكون جزءاً مهماً من طاقاته المبدعة التي نحن على ثقة من أنها ستمده بخبرة جديدة مكتسبة وبعقول شابة مستنيرة تفتح له آفاقاً رحبة في عالم اليوم الذي لا مكان فيه لغير المعرفة والتقدم والرقي الحضاري. إن وزارة التعليم العالي لتفخر بأن ثمرة تخطيطها ومتابعتها كان هذا الفوج من الخريجين والخريجات في تخصصات التصميم وتقنية المعلومات، ونأمل أن تكون مشاركتهم في المسيرة الحضارية لبلدنا العزيز حاضرة أبدا تحت لواء قائد المسيرة وحادي الركب صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. حفظه الله ورعاه ذخراً لعمان الخير والعطاء. أيها الإخوة والأخوات، لقد دأبت الكلية العمل الجاد للحصول على مكانة مرموقة وسمعة رفيعة لتكون الأكثر تميزاً والأكثر إبداعاً في مجالات البحث العلمي والتعليم والإدارة والخدمات، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة للطلبة، بيئة أكاديمية هدفها رعاية الإبداع والتميز والابتكار في كل المجالات، وذلك بالدعم الموصول مالياً ومعنوياً لتبقى هذه الكلية مشعل ضياء للمجتمع وقائدة للتغيير وعنواناً للتقدم.
ولما كان للكلية دور تؤديه للارتقاء بمنظومة التعليم وتمكين الطلاب الدارسين من امتلاك أدوات التفكير المنهجي وتنمية ملكة النقد والتحليل العلمي، كان لابد من الاهتمام بأداة العلم ومفتاحه. من هنا فقد اعتنت الكلية بالمسابقات العلمية، حيث أقامت أكبر تجمع طلابي تقني في المهرجان التقني، كما نالت الكلية شرف بحصولها درع الإجادة العام بملتقى الإبداع الطلابي لكليات العلوم التطبيقية وللمرة الرابعة على التوالي. كما اهتمت الكلية بإقامة الملتقيات في المجالات المختلفة كالملتقى الأكاديمي الاقتصادي وملتقى البريد والوثائق الأول وملتقى الجودة الأول، والحرص الدائم على الشراكة المتعددة مع المجتمع الخارجي كهيئة تقنية المعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان وشركة تنمية نفط عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وتبلورت هذه الشراكة بتزويد المختبرات بتقنية البيئة الافتراضية وإنشاء القاعة المتعددة الأغراض ومختبر البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر. كذلك حرصت الكلية على المساهمة في برامج وطنية لتدريب الشباب العماني مثل برنامج خزان للقادة الشباب، والذي حصد فيه طلبة الكلية جوائز متعددة. ولم تكتفي الكلية بالاستفادة من المجتمع الخارجي فحسب، بل عملت على إفادته بإقامة وتنظيم برنامج تدريبي لخدمة المجتمع، والذي أقيم على فترتين. خصصت الفترة الأولى للموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عددها 10 دورات تدريبية. وخصصت الفترة الثانية من البرنامج لفئة الباحثين عن عمل من أبناء محافظة الظاهرة بمعدل 4 برامج تدريبية. وعلى صعيد آخر، فقد أولت الكلية أهمية قصوى لتنمية مهارات البحث العلمي للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، حيث حصلت الكلية على بحث طلابي ممول من مجلس البحث العلمي لهذا العام، كما سجلت عدد من المشاركات البحثية على المستوى المحلي والدولي لأعضاء هيئة التدريس. فغدت بذلك بيئة تتسم برحابة الأفق المعرفي بما تقدمه للطلبة والعاملين فيها وفئات المجتمع الخارجي. أيها الحفل الكرام، إن من الواجب النبيل في هذا المساء البهيج أن نهنئ أبناءنا وبناتنا من خريجين وخريجات، وأن نحتفي بهم احتفاء كريما، وأن نفخر بما بذلوه من جهد واجتهاد وعمل دؤوب للوصول إلى ما وصلوا إليه، داعين الله عز وجل أن نرى فيهم ثمرة نافعة لبلدهم ومجتمعهم وأهلهم. فلتكونوا أيها الخريجون نموذجاً يحتذى في التعاون والعمل الجماعي وبذل أقصى الطاقات، مصداقاً لقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأن نتقدم بالتهنئة الخالصة لأهلهم وذويهم، معبرين عن مشاركة حقيقية لهم في فرحتهم في أن يروا أبناءهم وبناتهم وقد تسلحوا بالخبرة والمعرفة والتخصص. ويجب علينا أيضاً أن لا ننسى تلك العقول النيرة والقلوب المحبة والأيدي العاملة التي شاركت في تنميتهم وبناء تخصصاتهم وخبراتهم من هيئات أكاديمية وأكاديمية مساندة وإدارية. فنتقدم لهم بعظيم الشكر والامتنان على الجهود التي بذلوها، فهي تعبير عن إخلاص راق وخلق رفيع يتسم به العلماء والعاملون في حقل التعليم. كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمسؤولين في وزارة التعليم العالي على التخطيط والإشراف والمتابعة. وختاماً، يكون من الغبطة أن نتقدم بخالص الامتنان لسعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي
على تكرمه برعاية هذا الحفل، شاكرين له ومقدرين حضوره الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء هم أبناء الوطن، أبناء قابوس الذين رعاهم وسقاهم من فكره وجهده. لم يخيبوا الآمال ولم يعرفوا المحال. إنهم فتية من رؤوس القوم قطعوا العهد وأقسموا وأبروا أن لا مندوحة عن التميز لرد جميل هذا البلد الطيب، فتخريجهم يعد إضافة إلى رصيد الوطن ورديفاً لمن هم في الميدان من أصحاب الأيادي البيضاء، ممن سبقوهم في حمل هذه المسؤولية. خريجو الأمس واليوم يتحدون يداً واحدة وفي بوتقة واحدة لأجل عمان، كل عمان، شرقه وغربه، شماله وجنوبه. فمع كلمة الخريجين يلقيها نيابة عن زملائه الخريج إبراهيم بن راشد الهذيلي، تخصص تقنية المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره. السميع البصير اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على محمد الرسول الأمي، من قرأ الكتاب من جبريل وعلمه. سعادة الدكتور حمود بن خلفان بن محمد الحارثي المحترم، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج، راعي حفلنا. أصحاب السعادة الأفاضل رؤساء المصالح الحكومية والخاصة، الأفاضل أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية بالكلية، زملاء الخريجون والخريجات، أيها الحضور الكريم، يطيب لي بداية باسمي وباسم زملاء الخريجين وزميلات الخريجات أن أعبر عن غبطتنا ونحن نقف في هذا اليوم الطيب لنحتفل بتخرجنا في هذه الكلية العتيدة، ليكون هذا اليوم خطاً فاصلاً بين حياة جد واجتهاد من أجل مستقبلنا في التسلح بالعلم والخبرة والتخصص، وبين حياة عمل وسعي من أجل بناء وطن صاعد ومشاركة فعالة في مسيرة نهوض أكيد وأداء أمانة خليق بنا أن نؤديها على خير ما يكون.
ليوم انتظرناه سنوات طويلة مفعمة بالعلم والدرس والاجتهاد. ندوك إلى المشاركة الجادة في بناء وطننا العزيز، وأن نحقق ذواتنا، وأن نشارك أجيالاً سلفت في المسيرة المضفرة، فنكون جزءاً وهاجاً من مستقبل عمان الواعد، وأملاً حقيقياً لآباء وأمهات انتظروا منا أن نكون كذلك. أيها الحفل الكريم، إن بناء الحياة لا يتطلب بناء العقل بالمعرفة فحسب، وإنما يتطلب إلى جانب ذلك بناء الروح بالأمانة والاجتهاد وحسن العمل والخلق. إن هذه المزاوجة بين العلم وبناء الروح الإنسانية هي جوهر التعليم الناجح العميق، وهذا ما كان الهدف في اعتقادنا لهذه السنوات التي قضيناها في هذه الكلية التي نفخر أننا تخرجنا منها ودرسنا في قاعاتها واكتسبنا خبراتنا العملية في ساحاتها الأكاديمية وبين أرجاء مكتبتها ومصادر التعلم فيها. إن ذلك يعني أيضاً أن هذا الصرح الرصين لم يقدم لنا العلم والتخصص وبناء الخبرة فحسب، بل قدم لنا شيئاً مهماً آخر، لعله كان الهدف الحقيقي من ذلك كله هو بناء الإنسان الواعي لمسؤولياته. حفلنا الكريم، من أجل ذلك كله أجد من الواجب علي أن أعبر عن الامتنان العميق باسمي وباسم زملائي من الخريجين والخريجات لوزارة التعليم العالي، ممثلة بمعالي الوزيرة الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية. فكل الامتنان للعاملين في الوزارة من مخططين ومنفذين ومتابعين، وجل الاعتراف بالجميل للهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية في الكلية، فكل الشكر لهم على كل التفاتة حسنة غمرونا بها على مدى أعوام الدرس والتحصيل. إن تخرجنا اليوم هو خط الشروع لمسؤولية تلقى على عاتقنا، ونحن نعتز بأن نكون على قدر هذه المسؤولية، لأنها مسؤولية تجاه أهلنا ووطننا وأجيال جديدة قادمة في أن يروا ثمرة اجتهادنا وتسلحنا بالعلم والتخصص ناضجة دانية، وأن يشعروا بعمق الأمانة في أن نشارك بمسيرة الوطن العزيز بخطاه الواثقة الثابتة تجاه مستقبل مشرق زاهر. ضيوفنا الكرام، ما ينبغي لنا أن لا ننساه في غمرة فرحتنا هذه أن نذكر أولئك الذين سهروا من أجلنا الليالي الطوال وجدوا في العمل من أجل تربيتنا سنوات طويلة. هم آباؤنا وأمهاتنا، فلا شك أن لكم فضلاً لا يدانيه فضل، ولكم معروفاً يعلو على كل معروف. ويكفي أن أقول وأنا خافض الجناح أني فخور بكم، فجزاكم الله عنا كل خير وجعل الفردوس مثابة لكم وأمنا. وقبل ذلك كله يعود الفضل فيما نحن عليه أفرادا ومجتمعا وبلدا ناهضا معمورا إلى حادي الركب وقائد المسيرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، فهو الذي فتح لنا هذه الآفاق وفجر فينا طاقات البناء والتفكير وشعورنا بالمسؤولية. إنما هو تعبير حقيقي عن ولاء لا ينقطع لهذا الوطن ولقائده العظيم. أمد الله في عمره وأدام عليه ثوب الصحة والعافية، فله منا الولاء والمعاهدة على أن نكون أبداً تحت لوائه الخفاق. وختاماً أشكر لراعي حفلنا هذا سعادة الدكتور حمود بن خلفان بن محمد الحارثي المحترم وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج رعايته الكريمة، وأحمد الله عز وجل خير حمده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الحفل الكريم، أيها الخريجين والخريجات، أيها الآباء والأمهات، ها هي اللحظات تمضي سراعاً ومعها يمضي قطار الأعوام، فتنقضي تلك الأيام وهي حبلى بذكريات ستبقى محفورة في القلوب. فقد حانت ساعة الحصاد وأزفت لحظة التكريم، فهنيئاً فهنيئاً لكل يد عملت وكل عقل فكر بجد وكل أهل دأبوا على تشجيع وتحفيز ثمار قلوبهم ومهجهم، فهنيئاً لهم فرحة تخرجهم وبهجة تفوقهم. نصل الآن إلى لحظات التتويج لتتألق معالم الفرحة على الحضور. ندعو سعادة الدكتور حمود بن خلفان بن محمد الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج راعي حفلنا، بمعية الدكتور خليل بن سالم الغافري القائم بأعمال عميد الكلية بالصعود إلى منصة التكريم، فليتفضلوا مشكورين. لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولقد عودتنا كلية العلوم التطبيقية بعبري أن تكرم كل من كان له باع في مسيرة هذه الكلية العريقة، ومن هذا المنطلق يأتي تكريم الكلية للفاضل الدكتور جهاد محمود الخلف بن يونس العميد السابق للكلية على ما بذله في الفترة الماضية، فليتفضل مشكورا. تكريم الأوائل من الخريجين وتسليم شهادات التخرج. عزة بن سعيد بن حميد الرشدية، التصميم الجرافيكي. فاطمة بن داهم بن محمد العمرانية، التصميم الرقمي. شماء بنت بخيت بن علي الغافرية، إدارة البيانات. رقية بنت علي بن سالم الهنائية، أمن تقنية المعلومات. تيمورة بنت عمر بن محمد الغاوية، تطوير البرمجيات. وسلوى بن سليمان بن سعيد الندابية، شبكات الحاسوب. خريجو دركة البكالوريوس ذكور، برنامج التصميم، تخصص التصميم الجرافيكي. حرب بن سيف بن علي البادي، We'll be right back.
وعلي بن سعيد بن سيف البادي. برنامج تقنية المعلومات، تخصص إدارة البيانات، عمر بن محمد بن سالم المعمري. تخصص أمن تقنية المعلومات، فيصل بن عاصم بن سعيد العبري. تخصص تطوير البرمجيات، أحمد بن عبيد بن راشد الشهومي. عبد الحميد بن محمد بن صالح الفارسي. عمر بن خميس بن ناصر المقبالي. محمد بن سالم بن سعيد الشوكري. معاذ بن محمد بن حميد المسلمي. منصور بن صبح بن حمد المنعي. ويونس بن حمد بن سليم الخصيبي. تخصص شبكات الحاسوب، درويش بن عبد الله بن درويش الزعابي. ومنير بن صديق بن علي البلوشي. خريجو درجة الدبلوم برنامج تقنية المعلومات، إبراهيم بن راشد بن سيف الهذيلي. حمد بن صالح بن سالم السناني. سلطان بن سرور بن سلام الشكيلي. سليمان بن محمد بن سالم الهنائي. عبد العزيز بن يحيى بن سالم الهنائي. عمر بن محمد بن سالم الخنبشي. ماجد بن خميس بن مرهون الريامي. يوسف بن سليم بن حميد الغافري. ويونس بن قاسم بن خميس المغيري. خرجوا درجة البكالوريوس إنار، برنامج التصميم، التصميم الجرافيكي. أماني بنت علي بن سيف النعمانية. إخلاص بنت خميس بن علي السلمانية. أصيلة بنت راشد بن سيف الحسنية. أنوار بنت محمد بن سليمان العبرية. بلقيس بنت علي بن محمد آل عبد السلام. جليلة بنت سالم بن حمود الهنائية.
جواهر بنت سعيد بن حارب الخاطرية. حفصة بنت سالم بن حمدان المقبالية. حليمة بنت مرهون بن سعيد الحاتمية. رياء بنت خليفة بن راشد الهنائية. ريثة بنت مسعود بن مصبح الهنائية. زهرة بنت صالح بن عزيز البلوشية. زهرة بنت عبد الله بن حماد الناصرية. زهرة بنت مبارك بن راشد البادية. سهير بنت علي بن حميد العليانية. شروق بنت هلال بن حمد الناصرية. شيخة بنت ناصر بن سيف الهنائية. عاتكة بنت محمد بن خميس المعمرية. عالية بنت عبد الله بن سالم الغفيلية. عزة بنت سعيد بن حميد الراشدية. علياء بنت سعيد بن هلال السعدية. فاطمة بنت حمد بن سليمان المعمرية. فاطمة بنت سالم بن علي الشكيلية. فاطمة بنت سعير بن بخيت اليعقوبية. كوثر بن سالم بن سليم القعدوية. مريم بنت حمد بن راشد الزيدية. مزنة بنت خميس بن عبد الله القرادية. مزنة بنت سليم بن سرحان الشكيلية. نسيبة بنت حمد بن سعيد الغزالية. نعيمة بنت سالم بن خميس البادية. ونوف بنت مبارك بن معتوق الخميسية. تخصص التصميم الرقمي. أسماء بنت زايد بن سلطان الغافرية. أسماء بنت ناصر بن عبد الله المعمرية.
أميرة بنت ناصر بن محمد الغافرية. بثينة بنت مبارك بن محمد الشقصية. تسنيم بن سالم بن سليمان الزيدية. جهاد بنت حمود بن سالم الحسنية. جواهر بنت محمد بن أحمد الشحية. جوخة بن سيف بن أحمد المعولية. زكية بنت عيسى بن مسعود الهطالية. زينب بنت سعيد بن حماد الغافرية. سارة بنت سليمان بن سالم الهاشمية. سارة بنت خلفان بن خميس الكحالية. سميرة بنت عوض بن سويعد الهنائية. شروق بنت عبد الله بن فريش آل عبد السلام. فاطمة بنت داهم بن محمد العمرانية. فاطمة بنت سالم بن سعيد السيفية. كلثم بنت محمد بن علي السعيدية. مروة بنت مسعود بن حسين العبرية. منى بنت ناصر بن سيف اليحيائية. مها بنت عبد الله بن حسين البلوشية. موزة بنت علي بن هلال الشكيلية. نورة بنت حمد بن ماجد المعمرية. نوف بنت سليمان بن حمد المزروعية. ووعد بنت عامر بن سعيد العلوية. برنامج تقنية المعلومات تخصص إدارة البيانات. ابتسام بنت سالم بن حمود الهنائية. أسماء بنت محمد بن علي السرحانية. أسماء بنت ناصر بن عبد الله الإسماعيلية. أروى بنت حارث بن سالم الحارثية. أصيلة بنت سعيد بن سيف العمارية. أفراح بنت ناصر بن نصر الله المنيرية.
أفنان بنت عدنان بن خير المكدمية. أميرة بنت ناصر بن حمد العبرية. أميمة بنت خليفة بن بغيث الهطالية. بلقيس بنت عبد الله بن سيف الذهلية. جواهر بنت خميس بن حامد الهنائية. خالصة بنت سالم بن سعيد المقبالية. خديجة بنت عدنان بن محمد العدوية. خلود بنت محمد بن حمير الشكالية. رابحة بنت سالم بن محمد السليمية. رايا بنت حمد بن خلف الخيارية. رايا بنت علي بن سلطان الشامسية. رياء بنت ناصر بن سالم الوائلية. زينب بنت حمد بن أحمد اليحيائية. زينب بنت سيف بن سالم الهنائية. زينب بنت عبد الله بن سيف العدوية. سارة بنت سليمان بن خميس الحاتمية. سلوى بنت سيف بن حماد المقبالية. شما بنت بخيت بن علي الغافرية. شمساء بنت سويدان بن عبد الله العبرية. عائشة بنت حمود بن سالم الهنائية. عذراء بنت سليمان بن سعيد الندابية. عهود بنت خليفة بن محمد الهنائية. فاطمة بنت سليمان بن محمد المعولية. فاطمة. مشاهدينا السلام عليكم، من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم موجز الثانية عشرة منتصف الليل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثانية. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص تهاني وصادق تمنياته له بالتوفيق والنجاح وللشعب الصيني كل التقدم والازدهار، آملا لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين مزيدا من التطور والنماء. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، سيتم يوم 14 من نوفمبر المقبل افتتاح دور الانعقاد السنوي الثالث لمجلس عمان، وستنطلق أولى جلسات مجلس الشورى الاعتيادية في ذات اليوم وسط أمل بتحقيق مزيد من التقدم في العمل التشريعي والرقابي الذي يطلع به مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى.
وسيشهد دور انعقاد السنوي الثالث 2017-2018 من الفترة الثامنة نشاطا بارزا في أعماله التشريعية والرقابية تشمل كافة الجوانب والموضوعات، من أبرزها انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة واستعراض خطط وبرامج اللجان. كما سيتم في مطلع الدور مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة عبر استضافة المجلس لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، على أن يلقي معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بيان وزارته خلال شهر ديسمبر المقبل. بلغت قيمة الإيرادات العامة للسلطنة خلال الأشهر التسعة الماضية 6 مليارات ريال عماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع إلى تحسن الإيرادات النفطية ورفع كفاءة الإيرادات غير النفطية. كما شهد إجمالي الإنفاق العام ارتفاعا بنسبة 4% ليصل إلى نحو 8.5 مليار ريال عماني، وذلك بسبب ارتفاع خدمة الدين العام. وأدت هذه النتائج إلى انخفاض العجز خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 107 أوراق عمل محكمة تبحث التجاذبات السياسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والأطر الأخلاقية والقانونية لهذه الشبكات محليا وتأثرها في إيجاد رأي عام بخاصة أوقات الأزمات، وذلك في مؤتمر المجتمع العربي وشبكات التواصل الاجتماعي الدولي الذي يستضيفه قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس. رعى الحفل معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الأحسني وزير الإعلام. انطلقت في مسقط أعمال مؤتمر عمان للنفط والغاز لعام 2017 مستعرضا الجوانب الاستثمارية في القطاع وأعمال التنقيب والبحث عن مصادر بديلة لعمليات الإنتاج. المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في السلطنة والذي جاء بتنظيم من الجمعية العمانية للخدمات النفطية سيتيح الفرص للباحثين عن عمل للتعرف على بعض الشركات في مجال النفط والغاز. وقعت شركة النقل الوطنية العمانية مواصلات إحدى الشركات التابعة لمجموعة أسياد على اتفاقيتين لتوريد حافلات نقل عام جديدة، ونصت الاتفاقيتان على توريد 98 حافلة جديدة خلال المرحلة المقبلة بقيمة إجمالية بنحو 12 مليون ريال عماني، منها 33 حافلة للخطوط الخارجية و65 حافلة للخطوط الداخلية على دفعات بدءا من شهر ديسمبر من هذا العام. وستوفر هذه الاتفاقيات فرص عمل وظيفية لأكثر من 320 باحثا عن عمل، كما سيتم فتح خطوط خارجية جديدة. انطلقت في أستانا بكازاخستان الجولة السابعة من محادثات السلام حول سوريا بين الحكومة السورية وممثلين لفصائل المعارضة، وستركز الجولة الجديدة التي تستمر يومين بصورة خاصة على الوضع الإنساني في سوريا بالإضافة إلى المسائل العسكرية والتقنية، وتهدف المحادثات إلى وضع حد للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص وأدى إلى نزوح الملايين في غضون 6 سنوات. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي نفقا جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت نفقا شرق خان يونس قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة، مضيفة أن شهيدين جرى انتشالهما من داخل النفق، فيما استشهد ثالث خلال عمليات الإنقاذ للعالقين داخل النفق. وأشارت المصادر إلى أن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة جراء استهداف النفق. انتهى الموجز، التقيكم في تمام الواحدة مع نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء. ما بنت علي بن سعيد المعمرية. فايزة بنت ناصر بن طوير الحنظلية. مريم بنت علي بن راشد الحاتمية.
مها بنت علي بن عبد الله الزيدية. ناهد بنت صالح بن علي السعدية. نجوى بنت بدر بن زايد الشكالية. نجوى بنت راشد بن عبد الله الشكالية. نرجس بنت سليمان بن هاشم العامرية. نوال بنت راشد بن حمود الحاتمية. هدى بنت بدر بن هلال المقبالية. همس بنت قاسم بن سالم المغازوية. هناء بنت خلفان بن حميد الشعيلية. هنادي بنت سليمان بن سالم المعمرية. وهاجر رسول بخش. تخصص أمن تقنية المعلومات. أفراح بن ساعد بن أحمد الإسكية. أمجاد بنت محمد بن درويش القرطوبية. أزهار بنت سيف بن سلطان الحبسية. أسماء بنت هلال بن سليمان الفارسية. أماني بنت محمد بن خميس العامرية. أمل بنت هلال بن علي العزرية. انتصار بنت خليفة بن حمدان العميرية. بلقيس بنت سالم بن راشد العاصمية. جليلة بنت محمد بن طالب المحروقية. جواهر بنت مرزوق بن مبارك الجراح. خولة بنت علي بن سيف الجابرية. دلمونة بنت راشد بن حميد الكلبانية. رحمة بن سالم بن علي الساعدية. رحمة بن سالم بن محمد الغنبوصية. رقية بن ضحي بن عبد الله القرينية. رقية بنت علي بن سالم الهنائية. زمزم بنت حميد بن محمد الذهلية. زمزم بنت حميد بن ناصر المجرفية. سعاد بنت سالم بن حمدون النذابية. سلمى بنت عبد الله بن علي الكلبانية. شمسة بنت سيف بن علي الساعدية. شمسة
شيماء بن سعيد بن علي البرهومية. شيماء بنت عامر بن مسعود الشعلية. عاتكة بنت إبراهيم بن أحمد الهنائية. عائشة بنت سالم بن سلطان السعدية. عائشة بنت محمد بن عبد الله البادية. عبير بن سالم بن جمعة المخانية. عزة بنت راشد بن سيف السديرية. عفاف بنت سالم بن عبد الله الهنائية. عميرة بنت ناصر بن سالم الهطالية. مروة بنت عامر بن غريب الأزكية. مروة بنت سيف بن سعيد الغلابية. مريم بنت محمد بن سلطان البلوشية. مها بنت عبد الله بن محمد المعمرية. ميثا بنت سالم بن سعيد العلوية. نور الهدى بنت صالح بن سيف الهاشمية. هاجر بنت سيف بن عبد الله السعيدية. ووضحة بنت علي بن سليم الكلبانية. تخصص تطوير البرمجيات. تيمورة بنت عمر بن محمد الغاوية. جهينة بنت علي بن مسعود الصبحية. زوينة بنت حسين بن عبد الله المجرفية. سارة بنت سالم بن سعيد الهطالية. سمية بنت معاوية بن محمد الزيدية. صفية بنت سيف بن حمد الرواحية. عزاء بنت سيف بن حمد البوسعيدية. فاطمة بنت خصيب بن علي البادية. مزنة بنت سليمان بن عبد الله الصباحية. هاجر بنت مالك بن محمد الشريقية. تخصص شبكات الحاسوب. ابتسام بنت سويدان بن جمعة العبرية. أفراح بنت سيف بن سالم المعمرية. انتصار بنت خميس بن خلفان العنقودية.
أنوار بنت سليمان بن حمود الفورية. أحلام بنت عيسى بن محمد الرواحية. أسماء بنت سيف بن محمد المعمرية. أسماء بنت محمد بن حمد الغنبوصية. أصيلة بنت هاشل بن محمد البلوشية. آمنة بنت جمعة بنت عيب الشكرية. آمنة بنت معيوب بن سالم الهنائية. بثينة بنت خلف بن سالم المعمرية. بشرى بنت بشير بن خلفان المصلحية. جليلة بنت محمد بن سعيد الشهومية. جوخة بنت محمد بن سليمان الغلابية. خديجة بنت حبيب بن سعيد اليحيائية. ريم بنت العبد بن سعيد الغفالية. سارة بنت سالم بن راشد الكيومية. سلامة بنت سالم بن محمد الوهابية. سلوى بنت سعيد بن حمد البوسعيدية. سلوى بنت سليمان بن سعيد الندابية. عهود بنت محمد بن علي البرطمانية. فاطمة بنت سليمان بن حمد الفهدية. مروة بنت خميس بن ناصر العامرية. مزنة بنت حمود بن سليمان الشعالية. منى بنت راشد بن سعيد الخروصية. نوال بنت سعيد بن ناصر العامرية. ووفاء بنت عبد الله بن سالم البوسعيدية. خريجو درجة الدبلوم برنامج التصميم فاطمة بنت علي بن مراد البلوشية. ومريم بنت مصبح بن غميل الشكرية. برنامج تقنية المعلومات أماني بنت خميس بن سعيد الزيدية. حصة بنت مطر بن تعيب الشكرية. رحمة بنت عامر بن مسعود الحجرية. سمية بنت عبد الله بن علي الشامسية.
عبير بنت عامر بن خلفان الدفاعية. فهيمة بنت ضاوي بن محمد الريامية. ووضحة بنت سالم بن حديد البلوشية. شكراً راعي حفلنا. الشعر ديوان العرب، وإن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة، فكم فاح من هذه الأروقة عبق التطلع والطموح، وكم سكب جدرانها عذب الكلام وأرقاه. والآن مع القصيدة الشعرية من نظم الشاعر أحمد بن سالم الكلباني وإلقاء الخريجة أفنان بنت عدنان بن خير المكدمية، تخصص تقنية المعلومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة بعنوان درة وطن أبي. هي الطريق التي بانت لصاحبها يا صاحب العلم زين صفحة الزمن، سر ماجدا خطوة الأحلام مدركة، أين المراسي ليأتي الشط بالسفن، سر حيث يرعاك ربي عارفا فطنا، واملأ خيالك عصرا زاخر المدن. ذكرت في صفحة التاريخ من قدم لما تبدل وجه النور بالوثن، وكان حامل علم الله حاجة من آوى إلى ظلمة في ساعة الوسن، وأكمل الله وجه العلم مقتدرا فقال اقرأ ولم يمنع ولم يهني. وبعد إقرأ مرت ألف معجزة، سرب الإله بها يعلو على المحن. وأنت معجزة منها أراد بها مجد البلاد، ولكن بعد لم يبني. ها أنت خريج هذا الحلم تحمله عمانك انتظرت رؤياه من زمني. أعط النجوم مزيدا من توهجها، واعبر إلى حيث مجد بعد لم يحني. يا حامل العلم يا بشرا ويا سندا، يا مشعلا شمعة في كف مؤتمني. أم هنا وأب من عزة وهوى، أم هنا وأب من عزة وهوى، يستسقيانك باب البر أن أعني. هي الطريق صديقي بان آخرها، يا صاحب العلم زين وجنة الزمن. سر ماجدا خطوة أخرى وتدركها تلك المراسي
وذاك الشط بالسفن. أعوامك الآن، أعوامك الآن يوم لا مثيل له، وأنت زينته يا درة الوطن، وأنت زينته يا درة الوطن. وشكرا. والآن يسعدنا أن ندعو سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي المحترم وكيل وزارة التعليم العالي تكرما وتفضلا بتسليم هدية تذكارية لراعي حفلنا سعادة الدكتور محمود بن خلفان بن محمد الحارثي المحترم وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج. طاب اللقاء وطاب هذا الموعد، ومشاعر نحو العلا تتصعد. هذه طيور العلم قد عادت إلى أكنانها تبني النجاح تغرد. عبري عبري أتيناك بمقلة والهن، نمضي نمضي رويدا للمعالي نصعد. بوركت أرضا أثمرت دوحاتها، فجر النسيم وطاب فيك المورد. هنيئا لكم تخرجكم، وهنيئا لأهليكم وللوطن قاطبة، هنيئا لنا والفرحة تغمرنا جميعا. شكرا لمن حضر وشاطرنا فرحتنا، وشكرا لمن تابعنا عبر قناة عمان مباشر. ويشرفنا أن نرفع للوطن وقائده المفدى أجل آيات الشكر والعرفان، معاهدين الله أن نظل الأوفياء المخلصين الجادين المجتهدين، لنكون عند حسن الظن في تحمل مسؤولياتنا تجاه الوطن والقائد. نسأل الله أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وأن يحفظ مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، ويطيل في عمره ويمتعه بالصحة والعافية. كان معكم في التقديم مريم الكلبانية، ريان الحاتمية، سبأ الشرقية، بشاير الطرفية، وسلطان السعيدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حهيك كبير No.